السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وجيتكم أنا أشيشكم في فيديو جديد. وقبل شي شباب، ادعمونا واشتركوا القناة، لايك للفيديو وفعل الجرس، وخليكم معي. وقبل ما نبلش التحديات يا شباب، اللي بحب يستخدم كود اتوم شوبشيش اللي هو هذا كود SHESH، اسهل كود في العالم ليدعم القناه يستخدم. اوكي شباب، اوكي، خلينا نبلش تحديات اسبوع، تحديات صفقه رصيف بناء. اول تحدي عندنا، التحدي الاول، اقتل 3 اشخاص في منتزه السعاده او المرافق المتسخه. كل اللي عليك تروح على واحده من هذول المنطقتين او تقتل فيها 3 اشخاص في نفس الجيم او اكثر من جيم. تحدي سهل ومباشر. التحدي الثاني، ابحث عن 7 صناديق في المرافق المتسخة أو الينابيع المالحة. كل عليك تروح تنزل على هذول المنطقتين، يا المرافق المتسخة أو الينابيع المالحة، وتبحث عن 7 صناديق ذهبية. كمان هذا تحدي سهل ومباشر. التحدي الثالث، أحد الضرر للأعداء بمقدار 250 باستخدام أسلحة سنايبر. هذا يفضل تفوت تيم رمبي عشان تخلصه بسرعة. أول ما تنزل روخد لك سلاح سنايبر أو واحد من هذول السلاحين زي اللي معي، هن هذول سلاحات سنايبر الموجودة عندنا، ومنك الضرر للأعداء بمقدار 250 بس. حد الرابع، اقفز في 3 حلقات ناريه مختلفه باستخدام القارب او الزورق الالي. كل عليك تروح تقفز في حلقات ناريه. هسه راح انزل عليها، انا حطيت لكم 4 مواقع، فيك حتى تلاقوا انتم مواقع ثانيه لانه بتقدر تشوفوها من بالجو وانتم يعني نازلين بسهوله جدا. بس كل عليك تاخذ القارب وتقفز فيها. الخامس، احد الضرر للاعداء عن طريق اطلاق النار على مضخة غاز. هون تحت الضرر للاعداء، بس لازم تروح على محطات الغاز تفجرها. مثل مثلا راح نروح انزل بدك تفجر، او تحت الضرر للعدو الموجود لو حضرت له ضرر مقدار 1% من روحه راح تنحسب لك. بس انا يفضل ان شو تروح هاي، انزل بشتيم رامبل، انزل سولو، رد علي، انزل سولو. هسه صار ما هو ينزل معك ايش، بوتات. فانت انزل سولو على واحد من هذول الثلاث مواقع اللي حطيتك اياهن. بس اول ما تنزل بتروح على، روح زبط لك على هاي المواقع، بعد ما تنزل على السريع خذ لك سلاح وفجر المحطة وهو موجود فيها هذا البوت، تحسبك التحدي بسرعة.
حديث سيلز كوم زيارة بوت لانش وكورال كوف وفولر بوند. انا ما ترجمت لان ترجمت طلع ترجمتها مش عارف مش عربيه ترجمه ثانيه اوكي. فكل عليك تروح تنزل على هاي الثلاث مواقع تقوم بزيارتهم نفس الجيم اكثر من جيم مثل ما بدك. وخليكم مع المواقع. التحدي السابع عدد الضارب مقدار 1000 بناء العدو باستخدام اسلحه متفجره. كل عليك تستخدم سلاح ار بي جي وترمي على بناء العدو بس. في كمان ايش تعمل انت؟ جرب. ها بقول لك جرب يعني كما تزبط. هسا صار شو في عندنا القوارب نفسها فيها هي متفجرات. جرب من نفس القوارب ارمي هاي المتفجرات وقع راح تزبط. فهي اسهل لسه من الار بي جي. الار بي جي يمكن ما تلاقي لاما السفن موجوده في كل مكان. فبتقدر تاخذ سفينه وتدمر على بناء العدو تمرن بهاي كثير سهله. التحدي الثامن احد الضرر للاعداء من الاعلى مقدار 250. التحدي السهل مباشر. شو يعمل الاعلى؟ كل عليك انه يكون انت اعلى منه بس. تكون انت اعلى منه يعني لو اعلى منه ب 10 سنتي او تبني لك درج او تكون فوق شجره او تكون فوق اي شيء. المهم تكون اعلى منه والضرر للاعداء اللي قدامك مقدار 250. التحدي السهل مباشر. التحدي التاسع اهبط على الغابات الباكيه والبحيره الكسوله ومتنزه السعاده. كل عليك تروح على هذول الثلاث مناطق تهبط فيها. هلا انا حاطلك عليها دوائر. كل عليك تروح تنزل على هاي الثلاث مواقع وتهبط عليها بس. التحدي سهل ومباشر. التحدي العاشر اقتل اثنان باستخدام اسلحه متفجره. كل عليك انك تستخدم سلاح الار بي جي وانك تقتل اثنين فيهم. او فيك تجرب انا مثل ما حكيتك في التحدي اللي قبل شويه انك تستخدم القارب. حاول استخدم القارب. القارب فيهم هو صواريخ. لو انك اتوقع رميت عليها وانك قتلته فيه اتوقع راح تنحسب لك هاي. ففضل انك تفوت فيها في تيم رامبل تاخذ القارب وتدمج عدو او ترمي على عدو من الصواريخ الموجوده في القارب وراح تنحسب لك المهمه. جرب انا قلت لك في هاي. اما في الار بي جي 100% راح تنحسب لك. تمام تمام. الحادي عشر ابحث عن حرف تي المخبأ في شاشه الانتظار. كلك تروح تنزل على المكان هسه انا انزل عليه وتاخذ حرف تي وهيك خلصت كل التحديات. وهيك كمان خلصنا كل التحديات معكم احنا. ودعمونا باشتراك للقناة لايك للفيديو وفعل الجرس. وخلينا نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. بيس.